من اريزونا بلد جديده او ستيت جديده بالاحرى حنشوف فيها كثير شغلات. يلي صار معنا هلا انه نحن باعتبار مثل ما سبق وحكيت المنطقه اللي موجودين فيها هي تابعه للنيتيف امريكانز اللي هن عندهم قوانينهم لحالهم يلي ما بيدخل فيها ولا حدا. سو كثير من الباركس اللي نحن كنا مخططين انه نروح نشوفها هن كلوزد مشان كوفيد. سو بس نحن طلعنا أحربق منه حنروح نشوف باركات تانية. مبارح بالليل وصلنا وحورجيكم كمان هلأ من برا هذا البيت اللي نحن قاعدين فيه. حورجيكم ياه بالديتيلز بس لحتى ارجع. اكيد ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب لايك شير وكومنت على فيديوياتي ولحتى ضل عم ورجيكم كل شيء هون بأمريكا. جايز وصلنا هلا على اول مكان بدنا نعمل فيه هايك. يعني البارك ملان سيارات. هلا بورجيكم هذا الشعب عنده يعني ما بعرف مهووس رسمي بشيء اسمه هايك. وانا اللي معي كمان نفس المشكله بس انا عيني ما اشوف الهايك من هون لشي 10 سنين حقيقه. ما بعرف هون شو اللي ناطرنا او شو الاشياء اللي حنشوفها. هلا حنكتشف هذا الشيء مع بعض. من هون حيبلش الطريق. الهايك تقريبا ساعتين روحه وساعتين رجعه. خلونا نشوف. هلا بلشنا الهايك. شيء جميل جدا. حنروح بس 1.7 مايلز وهي بتاخذ معنا 4 ساعات روح رجعة من هون الطريق ليكو. يعني المنظر شكله جميل بس انا انكيس حطيت معي مفتاح السيارة مشان حردت بطلت تعبت احمل حالي وارجع. نحن بوايلد باتريل هيك قال اسمها. طبعا انا بدي اخبركم انه بهي المنطقه تصور موفي اللي اسمه 127 hours. اوبس. وانا عن جد بنصحكم كلكم تحضروه لانه هذا الفيلم كثير حلو. بيحكي قصه اشخاص اجوا يعملوا هايك وكانوا جايين كمان مشان شغل. علقوا بهي المنطقه نزلت عليهم صخره وصار اشياء. ما بدي احرق لكم الموفي بس عن جد احضروا لانه حتشوفوا لسه هي المنطقه بتصوير سينما بطريقه احلى بكثير. وهيك كثير جميل المنظر وانا رابطه كل شيء على خصري. حاسه حالي بفلينستون تبع افلام كرتون. حاسة حالي بفلينستون بأفلام كرتون بس مو طبيعي شو حلو هون. بس عارف انه مش عم نوقع. واو ما بعرف شو ممكن فيه. او ماي جاد هلا افتح. نزلي رجليكي هون. ايوه هلا افتلي. هلا مكفي الهايك تبعنا بظن. قطعنا مايل وباقي لنا لايك 700 يعني فيت. سو يا هذا شو كيوت الكلام مع اصحابه عم بيعملوا هايك. So
جايز هذا الطريق اللي هلا منفوخ منه بس اوبا بس شخص واحد هو الورب فكنا ناطرين العالم لحتى تطلع ونحن ندخل يا الطريق بلش يصير غليظ شوي وكلنا صرنا ناطرين بس يعني عن جد مستاهل لا يا الله This is going viral by the way يا الله يا ربي ليه Sorry man She's a YouTuber and we're going to be making fun of her Okay Oh my god I'm sorry What's your YouTube name? What? She just started there. She has 2K followers. Her name is Cedra Atassi. Cedra Atassi. Yeah. Cedra Atassi. Look her up. Okay. Yeah. Thank you. Bye. Cool, bye. يا الله. هذا اسمه صوت النا. ليك طلع. يا الله. Guys. دقيقة يا الله شوف في اثنين غبرة على السنيكرز تبعها. So we already did that. This part. This is Woo! Like. That was actually intense. This hike is pretty intense. So, well, we've been enjoying our times a lot. So pretty, just like an idea about this place. So this place is something similar to the Antelope Canyon, but we couldn't go to the Antelope Canyon because it's closed by the Navajo Nation. The Navajo Nation are basically the Native Americans who've been inhabiting this place for like centuries. White people call it the Redskin people, or what do they call them? The Indians. هلا أهم part هذا تبع ال subscribe like وشير. إيه وال V for victory تبع سيدرا تاسي. V for victory. ما أعرف بدي أحكي ولا هذا خلاص عجبت خلونا نرجع البيت تعبنا. صرنا ساعتين رجعت سيدرا بتمشي ثلاث خطوات بعدين خلاص حدا قال لك اني اركيتكت اخذ شو؟ حدا قال لك اني اركيتكت غادة شعاع ما صرت غادة شعاع واو جايز انا يمكن ضعت لاني تركتهم ومشيت وعم حاول لاقي الطريق لحتى اطلع لبرا وصار لي عم بمشي اكثر من ساعة ماني عم لاقي الاكزت وانا هون بدي لحق قبل ما تغرب الشمس رح يوقف قلبي يا رب ادعولي حاول الحق خطوات الرجلين عم شوف وين في عالم دعسين مشان امشي ورا هون يعني no comment بس انا كتير بحراد سو ما بعرف ليش حردت قررت اني اسرح لحالي وحياة الله قلبي عم بيطرق 700 دقة بالدقيقة اول ابديت شو وصلت على مفترق طرق وصار فيني مثل ليلة وزاب ما عم بعرف انو روح يمين ولا يسار او ماي جاد ما في حدا غيري هون يا ربي شو بدي ساوي عم هلا هون في دعسات ما مبين شي كله حجر اوكي بعد ضياع ساعتين لقيت هون عالم شايفه من بعيد السيارات ما بعرف هنن وين ما بعرف شو ممكن يعملوا فيني بس يلاقوني يمكن عم بدوروا علي يعني هي اصعب تجربه بعملها بحياتي الادرينالين رجلي عن جد ما بقى حملوني عم بركض بدي لحق الشمس قبل ما تنزل ورا الجبال الحمد لله وصلت بخير وسلامة او ماي جاد هذا هيك ماشي لحاله ليه او ماي جودنس هاي بونجور صباح الخير جينا اليوم سقنا ساعتين مشان نجي نشوف المونومنت فالي فلما وصلنا لقينا هذا المنظر انه اتس كلوزد
مشان كوفيد. هلا لؤي نزل مشان يشوف شو الوضع، راح يحاكيهم ليكو جاي لعنا لنشوف اذا بفوتونا او لا. يعني كتير حلو المكان ولازم ننزل نشوفه، بس ما بعرف اذا حتزبط او لا. ليكو جاي لنشوف شو صار معه. وشه معصب، شكله معصب. شو صار؟ سو مسكرة مشان كورونا، ما رح فوتونا. ما رح فوتونا، بس في قرنة على 160 اسمها Redlands Viewpoint. اوكي، ففينا نروح عليها نشوف شو الترتيبة. طيب اوكي، سو وصلنا على محل ما دلونا على Redlands Viewpoint Monument Valley. هلا نزلت من السيارة لورجيكم. بالعادة هون في هدول الانديان شاب يلي بيبيعوا جوالري، كمان مسكرين مشان كوفيد. هذا الفيو من هون. هلا هي المنطقة اللي نحن جايين نشوفها اساسا هي محل ما كلينت إيستوود كان يعمل معظم افلامه. كلينت إيستوود هو مخرج ممثل ومنتج امريكي، نزلوا هنا لتحت يتصوروا. هلا حخلص الفيديو لانزل اتصور. ان شاء الله بنكست تريب نقدر ننزل، يعني نروح نفوت لجوا، لانه عن جد المكان جدا رائع. بالكون حل، يعني هون الاخت عم تاكل على القاعد، وهون الاخ منسجم بسندويشة الجبنة الدهن. سو اليوم السانسيت تبعنا حيكون من هون. نحن هلا موجودين بهورشو باند مشان نشوف السانسيت. المكان ظريف ولكن مشكلته الوحيدة انه مليء بالبراغش، وانا هنا تن على حافة. لا ما رح اقرب اكتر من هيك، بس المكان عن جد كتير حلو. هي العروس جاي تعمل فوتوشوت هون، جاي هي وجوزها ومصورين. باعتبار ما وجدتكم بيتنا اللي قاعدين فيه بأريزونا، سو هلأ لما رجعنا رح ورجيكم. هي جودي هون ببيجامة ديزني لاند عم تحضر لنا سالد. هون قطعتنا ليك وشو متقنة. هلأ أنا ضبطت شوي. هون عم نعمل هلأ بالفرن درة وبطاطاي غبشت الكاميرا. It's fine. هذا باقي البيت. هون هي الجاج اللي هلأ بنحطه بالفرن. لا تاخذونا على الكركبة، هي غرفة الصالون، اغراض الكاميرا. ليكو قد ايه كوزي هون، ريكلاينرز. هلا عم تفكر نحضر موفي. بلاكم ما تشوفوا غرف النوم لانه الكركبة ما لها حل. المهم انه شفتوا هذا بيتنا تبع اريزونا اللي رح نتركه بكره وبس. صباح الخير، نحن هلا بدنا نعمل تشيك اوت من المكان اللي موجودين فيه. بدنا نطلع من اريزونا، بدنا نروح على النكست ديستنيشن، على المدينه الجايه اللي هي حتكون على تقاطع ثلاث ولايات اللي هن اريزونا، يوتا، ونيفادا. انا هلا عم خلص كم شغله هون على اللابتوب وعم بفطر لانه اليوم دوري بالسواق. بدي سوق شيء 3 ساعات ونص لحتى نوصل على اول مكان حنزوره اليوم. ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، لايك، شير وكومنت اذا عم بتحبوا الفيديوهات تبعي، وتتركوا لي اي مقترح. وبحبكم كثير، وضلوا بألف خير. باي باي.